من القاضي. القسم التنفيذ، القاضي مال التنفيذ هو بنفسه بياخذ الحكم، وهم بنفسهم بيتصلون فيه، وهم اذا يقول هو انا والله حطيته وهي خذته وصرفت، هم بيحلفون يمين على هالشيء. طيب انا عندي مشكله ثانيه. اما اذا الاولاد هو ما سال عنهم مول ولا صرف عليهم، سبع حبيبتي سنين ما شافهم، هذا من حقهم. لا سالتي اذا سمعين. انتو حتى ما تكذبيني اسالي المدارس. لا يا عيوني انا ما اكذبك، انا اقول لك اطلبي حق الاولاد، روحي على المحكمه واطلبي نفقه اولاد، اطلبي النفقه الحاضره والنفقه المتاخره مال 7 سنوات اللي ما صرفها عليهم مول، اطلبيها مثل ما انت صرفتي عليهم. قدري كم صرفتي عليهم خلال السنة؟ انا مش شرفت باص. ادري حبيبتي، فديك الله ان شاء الله يعني وفقك يسر امورك. بس انا خايفه من شيء واحد الحين، يا ريت حد يفهمني، يا ريت شيوخنا تسمعني. شو ان الناطور قال لي يقول انها بس ما جدد العقد حق الاجار ما اعطوه شيء عقد الا بس لما شهر 7. والله يا اختي يعني شوفي بقول لك، وين عفوا ام محمد، انت الحين هذا الرجال مواطن ولا مش مواطن؟ مواطنه. وانت مواطنه مش مواطنه؟ مواطنه. زين هو متزوج الزوجه الاوليه اللي قبلك، انت ويني؟ هني معاه في بوابه. فذمته؟ وافده. فذمته؟ انزين الاولانيه لا. انزين وانت والثالثه فذمته؟ في ذمته ايوه. هو وين عايشه الحين؟ في بنيات. ويصرف عليهم وكل شيء وعايش وياهم؟ اكيد يصرف عليهم. زين ريال مقتدر، يعني حالته زين الماديه ولا شو؟ هو عنده تقاعد ما اعرف. زين يعني يستلم راتب؟ كان في الجيش. زين ما يخصني انا وين كان، المهم يستلم راتب، المهم يصرف على بيته. زين بس خلاص يا اختي، الدوله تعطيه بيت، تعطيه كل هذا، فانت من حقك انك تروحين تطالبين منه، ومثل ما قالت الاستاذ وداد عندك حكم من المحكمه، روحي المحكمه نفذي عليه وانتهى الموضوع. عيالي قالوا لا تروحين ما دام هجرني. والله عادي شوفي بقول لك، انت الحين انت ما تبين تسيرين انت. لا بصير. لا عفوا ام محمد، ام محمد خايفه من شيء واحد بس عن البيت. يا اختي ام محمد لحظه شويه حبيبتي، لا تدخلين، لا تدخلين في تفاصيل انا ما يخصني فيها. انت الحين لا هي عفوا ام محمد، ام محمد الله يخليك، عندك لبيتي في من ان شاء الله، عندك التنفيذ، روحي المحكمه محكوم لك بالنفقة، روحي نفذي عليه، بس هذا هو الكلام. الله يحفظك يا أم محمد، حياك الله. الله يحييك. نقول ألو. 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 وين نزار؟ اللي بعده زين، عطني. ألو. ها نزار شو بلاك؟ زين ناخذ شوية رسائل اللي ما جهز لنا مكالمة. الو مرحبا. غيرت رأيها الأخت. الو الو عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو عبد الله، كيف الحال؟ يا مرحبا عبد الله، شو أخبارك؟ الله يعزك، الله يبارك فيك. يوسف حياتي لك لضيفك دكتورة وداد لوتان، إن شاء الله الله يحفظكم ويحفظها. نصايح طيبة وطال عمرك. في نصيحة لأخوات لأخوان، الطلاق مبزين، الفاظ مبزين، صاحب بنت ناس ولا أنت خديت سنطع رسوله، مفروض ما طلع لي الفاظ كده طلاق، خاصة عندك أبناء، هاي أبناء حرام في ذمتك يوم قيامة أنت تحاسب فيهم. صح. التربية منو مسؤول؟ مسؤول أبو يصرف عليهم، أبو مو باللوم مسكينة يشتغل ب5000 ب4000 من الصبح دوم لين الساعة 2:30 3 أسباب معيشة أساس هذا أبناء هو يتمطع فيها الراتب، وهذا مال بزوجة ثانية وثالثة، وهاي المسكينة شو ذنبه؟ في سؤال هنا. هو الله يبارك فيه، في عقاب شديد عند الله، إنسان يتقي الله، هذا أبناء يوم القيامة أنت تحاسب فيهم، تربية هاي أبناء. إذا هاي ولد اخترب بذمة منو؟ إذا هاي بنت اختربت بذمة منو؟ صح. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لا في ذمته، في ذمته الله يسلمك. بس إن المشكلة هني أعتقد أنهم إذا كان الأمر صار لسبع سنوات في خلافات بين الأم والأب في مسألة الحضانة، الظاهر هو مطالب بالحضانة لأنهم العيال كبروا وهي رفضت وصار بينهم خلاف، فتموا العيال عند الام قال انا ما بصرف عليهم، ففي تفاصيل واحد ما يعرفها. اكيد في شيء يعني
بس احنا ما بغينا نخوض في الموضوع، وان شاء الله نسال الله التيسير لها بمراجعه المحاكم. بس هو مسؤول عنهم، يعني سواء كان من ناحيه النفقه، واصلا في بند في المحكمه يسمون نفقه الاولاد، يعني شاعم ابل الاب لازم يصرف عليهم الا اذا كبروا وتعدوا السن القانوني وصارت خلافات بين الاب والام، والام قالت انا ابغيهم عندي وانا بتحمل مسؤوليتهم. لكن هذا ما يمنع من الرعايه، ما يمنع من الرعايه انه يزورهم، انه ياخذهم معه، انه يكشتهم، ان يتابعهم في المدارس، يتابعهم في الجامعات. يعني حتى لو ولدك مثلا فضل يكون عند امه، وحتى لو امه هي اللي تنفق عليه، مو معنى هذا انك انت ما تسال عنه وما تصاحبه وما تسير معه وتي معه وتشتري له حاجات. حتى مو مش مشكله سير معه السينما، سير معه مسرح، سير معه مركز تسوق، سير شوفه في المدرسه، العب معه رياضه، سير معه النادي. فانا اتمنى من الاباء ان شاء الله اذا تم الطلاق وعيالكم فضلوا النساء، يعني امه والامهات ان يكون العيال عندهم وقالت لك انا بتحمل مسؤوليه، ما ابغيك تتحمل مسؤوليه ماديه، هذا ما يمنع ولا يحول من انك تتواصل معاهم، يعني من ناحيه ابويه لتعزيز يعني كل قدراتهم طبعا النفسيه والاسريه والاجتماعيه والثقافيه والعلميه. نرجع ونقول بعد بين الريال والحرمه ما حد يدري ترى شو فيه، ممكن الواحد دائما لازم تسمع للطرفين في مثل هذه المسائل. انت صعب جدا انك تحكم بناء على استماع للطرف واحد. بس صدق يعني انا لاحظت في يعني بعد ما تصير المشكلات ويتم الطلاق بين الزوج والزوجة، بعض الزوجات تكون هي بنفسها تشتغل فتقول لي أنا بتحمل مسؤولي مالي بس لا تأخذ عيالي يعني. هي ترفيه كذا، وفي بعد هو يضغط عليها يبغي يأخذ العيال عساس تتنازل عن النفقة. بس بعد وفي منهم ما يخلون العيال يشوفون أباهم، وفي منهم ما يخلون العيال يشوفون. بس بعد يوسف أنا عندي نصيحة لكل الآباء، أن حتى لو زوجتك ما شاء الله مقتدرة، آسفة مطلقتك مقتدرة، وأم أولادك قادرة على أن ترعى تهتم وتصرف وتوديهم السفر، تيبهم من السفر وتمتعهم زي وتستمتع معاهم هي بعد، لكن ها ما يمنع من انك تتابعهم وتصاحبهم وترعاهم بعد، تسأل عنهم في المدارس. يا أخي اليوم تفاجأت بحالة من الحالات، 5 سنوات أبو أم في حوش واحد، كل واحد منهم في فيلا، صار بينهم خلاف، وصل خلاف الطلاق. زين أنت طلقت الزوجة، أنت ما طلقت العيال، انتوا استلموا الراتب من المكتب وخلاص، اصرفي على نفسك ام الاولاد، واصرفي على اولادك وعلى الخادمه، تريكم كل شهر هذا المبلغ مصروف لكم، ما لكم شغل فيه. لا هو يسال عن اولاده ولا الاولاد يسمح لهم يسالون عنه، ما يبى حد يسال عنه. فاصل عمره كليا 5 سنوات، الله العالم. فانا يعني هني في هالحالة بعدني اقول حتى لو ان شاء الله فيه مرض الايدز، حتى لو هذا الزوج فيه مرض الايدز، يا اخي اولادك صح كلام استاذ وداد، بس لو بينك وبين مطلقتك يعني ما صنع الحداد. لا بيوسف اولادك شو خص الاولاد؟ ما تعرفين، انا ما ادري انت يعني شو معنى اولادي يعني؟ لا لا انت ادرى من الحاله، انا ما ادري ترى هذا هو، يمكن هو مشكك في شيء، يمكن كذا، يمكن هو في شيء، ما ادري. المهم خلنا ناخذ رسائل. نقول السلام عليكم يا ابو يوسف استاذ محمد، واود ان اشكركم واشد على ايديكم لطرح الموضوع المميز والهادف للمجتمع. اقول الله يعطيك العافيه، قواكم الله. اخوكم سعيد خميس الكعبي، جزاك الله خير. سعيد الله يحفظك يا اخوي، مشكور. انزين بعد عندنا رساله تقول عطني مكالمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفحص الطبي للزوجين فيه فائده عظيمه لهما، اما اذا حملت الزوجه ام لم تحمل فهذا الامر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بايدينا. قال الله تعالى اهب لمن اشاء ذكورا واناث واجعل من شاء عقيما. صدق الله العظيم. شكرا اخوك فاضل لوتا، جزاك الله خير يا فاضل، تسلم يا طويل العمر، دائما متواصل ويانا. زين رقم الاستاذ وداد 0504546611 او يتصلون على خدمه الاتصال 800-2121. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثني على الأستاذ وداد سعيها لإيضاح الأمور، الله يبارك فيها. كم تقدرين توضحين وتنورين العقول، صعبة صعبة. أنت بروحك لا تقولين أنهم بيفهمون، وين بيفهموا البرنامج بوقت متأخر، لا تزعلين، أنا أكبر المؤيدين لك. الله يبارك. نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أبو يوسف. الحمد لله محصلنا الخط يا ريال، شو نسوي؟ صار لنا نحارب من ساعتين. الله يعينك. وفزت في النهاية.
طبعا انا ما شاء الله ماكل الجو استاذ وداد، وفي بحر نحن ياسين نسبح فيه الحين ما شاء الله. تسبح في السياره صراحه لقيت كرتك يا ابو يوسف. الله يخليك. منو معاي؟ وياك ابو غريب. ابو يمعه. ابو يمعه معي. مرحبا ابو يمعه. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يعزك. طال عمرك. لو بنثني ولو بنشكر، وهذا ما بنوفي حق استاذتنا. نعم ما بنوفي حقها صراحه. نعم قليل اللي بنقوله. الله يبارك. سامحنا يعني المدح في الوي مذمه، لكن شو نسوي من زود حبنا يعني. الله يسلمكم. يشهد الله سبحانه وتعالى على ودي لكم يعني، وحبي لكم كأم وخوفي عليكم يعني بعد. واتمنى لكم كلكم السعاده ان شاء الله يا رب. الله يطول يا الله يطول بعمرك يا طويل العمر. ولو في منك خمس بعد خلاص ماشي طلاق. ان شاء الله يا رب. بعد مثل بيوسف بعد خمس نزار خمس. الله يجزاك الخير. الله يجزاك الخير. يطول بعمرك. طبعا طال عمركم بغيت اناقشكم في موضوع نقطه الختان. نعم. اللي هي انا سمعت يعني ما لحقت اسمع، بس بما فهمت بما معناه ان هاليوم في ناس يعني والله يدور وحده مختنه وحده لا. ايه في ناس يعني يعني كيف انا بعرف النقطه الجزئيه هذه كيف يوصل يعني يوصل المعلومه هذه لحرمه مثله. واعتقد انه ما في شيء يعني لا حياه في الدين، لكن هل احنا وصلنا رجال لا حرج لدرجه الواقع؟ لا حرج لا حرج لا حرج في الدين ولا حياء في العلم صراحه. مع الاحترام للجميع يعني اخواننا، لكن هل انه وصل اليوم الرجال للوقاحه هذه انه يوصل المعلومه؟ مش وقاحه ابو يمعي. انا سالت انا بقول لك انا سالني ابو يوسف وانا اقول لك هاي حالتني لما كنت انا ماسكه مشروع بناء بطرح من الله يعطيه الصحه والعافيه خالد الكمده مدير العام الهيئه. فمسكت مشروع بناء اللي هو تزويج المواطنين من المواطنات. النعم والخير في وجهك. المدة 8 أشهر تقريبا. وفي هالثمانية أشهر تفاجأت يعني بطلبات من الرياييل وطلبات من الحريم، شيء أنت ما تتصوره. أنا ترى أقولك لو أشرح لكم شو يرد علي من أشياء أنتم بتستغربون معقولة هالأشياء تورد يعني. فهذا الرجل أصلا متزوج من قبل، والزوج هذه المرأة ومن خذاها يقول ما عنده إحساس. المشكلة قال لها أنت يا حرمة شو بلاش ما تحسين مثل بقية البنات، ما يعني ما ترغبي. قالت لنا ما أحس. وهي مسكينة كانت على وجهها وأخبرته، فرجع بالاستفسار من وداها وصار وياها عند الدكتورة، فقالت له هاي الختان تم يعني ختانها يعني قطع يعني مساحة كبيرة من ابو يمعة. نحن بنجاوبك على سؤالك، بس في عندك شيء ثاني؟ لان لا في عندك وبعد في شيء بعدها فتم طلاق تطليقه لها، وبناء على يعني سبحان الله اتفاق بينه وبينها. فقالت لي انا سامحني انا هذا الشيء انا ما عشت يعني الاحساس اللي تعيشه كل بنت في فتره شبابها، وكنت اقول ليش انا غير عن البنات؟ اللي ظلمني في هالشيء قالت امي، والتقاليد اللي كانوا ماشينها قبل يختنون يعني تكرم البنات في سن صغيرة وما تدرك المختنة كم المساحة يعني. فأنا يقول لي اليوم جايينك أستاذة دوري لي وحدة تكون مش مختنة يعني. يعني عنده عقدة من المسألة هذه. تعقد يعني. زي أبو يمع عندك شيء ثاني أبو يمع؟ والله شو بقول لك، أنا ودي أستبحر في الموضوع لكن من الصعوبة يعني ما أدخل فيه زيادة. وبعدين في بعض أبو يمعة شو بقول لك الحين صعب لا أبو يوسف نعم. لحظة بعدين في كثير من الشباب اللي درسوا برا، سامحني أنا أقول الصراحة، ترى الشباب اللي درسوا وبرع وكانت بينهم بين بعض الشابات الأجنبيات علاقات يعني سواء أجنبية من أي قارة من القارات، اللي ما يشوف هالشيء عندهم يعني، بالعكس يشوف تلهف ويشوف يعني مثل ما تقول رغبة، ورغبة يعني مثل تقول نارية بعد مش يعني طبيعية. حشا اللي عندنا احنا قوي ابوي. حشا ابوي شذاب اللي قالت كلام لا صدق والله ما اجذب عليك. نرجع مره ثانيه ابو يمعه. لا شيء هو طلب يعني في حالات ما تقدر. انا ما يجد الكلام غلط في امور اخوي. لا انا مستغرب الصراحه. انا حالي من حالك يعني. لا ترى هذه شفتك لينت لكن انا ما بلين. لا 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 انا مش لينت ولا ما لينت. شوف ابو يوسف عرفتك. عفوا ابو يمعه جوابك دبلوماسي يعني. لا لا مش عند دبلوماسي يا طويل العمر. شوف دائما ابو يمعه في حالات في حالات تختلف عن حالات يعني. اليوم هذا الرجال يوم طلب هذا المطلب انا ما طلبته، يمعه ما طلبه، يمكن نزار ما طلبه. ليش؟ لان هذا الشخص طلبه لان في عنده سابقه
وهو يا ما اخذ الحل الوسط، ما قال والله مش ممكن انا بعد مره ثانيه حظي يطلع نفس الاولاني، لا حط شرط، قال لا انا ابغيها كذا كذا. ابو يوسف، ابو يوسف لحظه، الحين بحطكم وياي في الصوره يا جماعه الخير، يدش يقول الاوادم او يدش مثلا عند الخطابه يقول دوري لي وحده مو بكذي، لا هو يقول لا لا بعد في مساله واضحه هي طلبت، يقول لا ابو يوسف لحظه بيما اسمعني، هو ما يا عند خطابه، ويمكن هو يا عند خطابه وساره، هو يا عند امه، وهو يا قاصد مشروع خاص بالمواطنين والمواطنات. يعني انا هني في هالشيء اول شيء ما بكذب عليك، ثاني شيء القضاء لطلبات الزواج اللي هم في الخارج يعني كلموني في هالشيء، هم عارفين ليش كلموني في هالشيء. رقم ثلاثة، انت ما شفت الحين في حملات الان ضد الختان كحق من حقوق المرأة؟ والله يعني احنا وياهم اللي بيقولون احنا امين نقول زين خلاص عيل عيل ليش انت ليش عيل هذاك اول كان في كثير من الدايات يجون لبيوتي ويتم هذا الامر، الحين خلاص منعوهم. حتى السودان اللي هي السودان اللي عندها يعني هذا الشيء، صح نزار عندكم شو هالشيء يعني مهم جدا في حياة البنت. زين هذا 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 لا توهقونا، لا توهقونا نزار الحين خلاص لغوه في السودان، لغوه. انت لا توهقني انا يا ابو يمعه، كحق من حقوق المرأة والله يا عمي خلوا حقوق المرأة، خلوا حقوق المرأة في حالها، حقوق المرأة زين الله يخليك، المرأة ماخذ حقوقها كامل مكملة ان شاء الله كامل وتغسل الريال اي والله على كبر حمالي صار نقول له شيء. ابو يمعه ابو يمعه من وين ابو يمعه ما شاء الله؟ من دبي طويل العمر. الحين تسمعني في دبي؟ نعم. يعطيك الف الف عافيه طويل العمر، حرقت علينا السهره، لا سرانيل سبيلس ولا لعب الورقه ولا اليوم يا شيخ. احسن لك يا اخوي، استفيد لك شيء الله يحفظك يا طويل العمر، استفدت لك موضوع اليوم صراحه موضوع اليوم ناري والله يعينك اليوم في البيت ما ادري. لا لا انا اموري طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر والفضل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. والله شوف بقول لك يا ابو يمع، الكلام لك وللجميع اللي عنده زوجه تحبه ويحبها ومتفاهمين انزين وتخاف الله سبحانه وتعالى فيه، والله يسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، وكل ما يصلي يحمد الله سبحانه وتعالى في صلاته. نعم والله اي نعم اي والله اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فاللي عنده زوج زين واللي عنده كذلك زوج زين يتمسكون ببعض، والله سبحانه وتعالى يوفقهم ان شاء الله. الله يحفظك يا ابو يمع، جزاك الله خير، اتمنى دائما تشاركنا يا طويل العمر، اتمنى دائما تشاركنا. الحين ترى الحين دوريانا نحن المستضعفين الحين ويانا اليوم انتم والله الحين الحين في ريال في ريال تعرف شو يسوون يوم يودون ينزلون ربيعهم عند البيت او هو ساير البيت مسكين يقولوا له ادعوا له يا جماعه الخير ترى والله انه يسال ادعوا له بالثبات والله انه يسال يتحرون دخلت كنا مدخلين القبر ما ساير عند حرمته استهدوا والله يا جماعه الخير واذا زعلت لا جاب له الصحون لا. وين جاب الصحون حش عيل انت انت مش متزوج زوج اذا نظر اليها سرته واذا امرها طلع ونعم فيها الصراحه ايش قايل عيل جاب له الصحون ها جاب له الصحون حش والله اني اغسل الصحون انت ريال ريال زين ريال اشهد اشهد انك ريال اشهد انك ريال اشهد انك ريال ما فيها شيء ما فيها شيء ابدا ابدا ما فيها شيء ابدا ما فيها شيء منو بيقول يعني اليوم اليوم ها اليوم انت الخدامه اصبحت اغلى يا جماعه الخير اغلى من راتبي انا صح كلامك ممكن ليش لا الحين الحين اللي عنده مقدره بيسوي لكن اللي ما عنده ما عنده مقدره رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه يا اخي يقول لك بدال ال 500 600 700 1000 في بعض الاحيان لان في ناس ما تحسبها ترى بهالطريقه ما يحسبون الاكل والشرب والكهرباء وغيره وغيره من المصاريف فانا يا اخي اولى بها عدت يا ابو عدت ميري الحين صارت فوق زياده نعم السبيشال غير تراها غير عن اللي تي كان مكاتب تعبانه جزاك الله خير يا ابو يمعه ودي اطول وياك والله لكن خلص وقت البرنامج عندي زين يوم سمعنا صوتكم الله يخليك شرف لنا يا طويل العمر واتمنى واتمنى دائما تتواصل ويانا يعني. ان شاء الله فالك طيب فالك طيب الله يحفظك ممكن تقول ما تبغى المواضيع عشان خاطركم بعد بنخلي ان شاء الله الحلقه الجايه اذا استاذ وداد فاضيه بنكمل في نفس الموضوع ان شاء الله بنخلي استشارات عاد الحلقه الجايه عشان خاطر الاخوان اللي اتصلوا فينا وما ردينا عليهم ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله بنخلي نفس الموضوع كلكم فيكم الخير والبركات جزاكم الله خير تسلم يا ابو يمعه تسلم يا طويل العمر خليني اخذ رسائل بس في عجاله
زين هذا يقول اريد اسال عندي ولد كذا كذا موضوع. زين اتصل حق الاستاذ وداد او ترسل رساله. قريت بيكون طبيها نصيحته طبيه صح؟ لا عادي ممكن ينجب. ممكن ينجب هي لو بخصيه واحده. نعم. ما في مشكله. نعم. او ممكن اذا هو حاب بعد ان ينزل الخصيه الثانيه يجرى جراحه بسيطه ينزلونها. زين عندنا لا اله الا الله هذا يقلب. زين امسي عليكم بالخير امي وداد عن امسي عليك بالخير يا امي وداد عن نصايح في ميزان حسناتك يا رب عسى ثوابك الجنه بغير حساب يا رب محمد الحمادي. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. يخليك يا ابو غالي. زين هذا يقول انا ابو سالم ابغى اتواصل. والله ودي يا ابو سالم هو ها اتصلنا عليه. خلاص جزاك الله خير. زين هذا الحديث يقول لا هذا السؤال طبعا يقول هل يجوز من الزوج الخروج مع صديقاتها في الإجازة في إجازة الجمعة والخميس في حالة عدم رغبة الزوج بالخروج فتم الطلاق أو لازم تخرجني للسينما والزوج لا يحب السينما؟ شو رأيك؟ المرأة تكون في شور زوجها عليها السمع والطاعة له قالها لا تطلعين ما تطلع. هذا الشيء تعرف متى هذه القضية وصلت المحكمة أستاذ وداد في حكم القصور فيها. القصور هني من متى من التوجيه والتعليم من أول أيام من التوعية في فترة يعني وقت العقد أو لا بس أنا سؤالي واضح فهالحالة إذا هي صارت مثلا وصلت الخلافات بينهم وأدت لا قدر الله للتوجيه الأسري والطلاق وغيره منو هنا يحكمون لمنو؟ لا هني يبصونهم بيوسف ما نحن ما نثبت الطلاق نثبت نقول لهم احفظوا ان بينكم طلقه بس ننصح الزوج ونرشدها وننصح الزوج ونرشده. زين يقول مساء الخير استاذ وداد ما تلاحظين هالايام الحريم بعد 16 و17 16 و18 سنه يطلقن بسبب الحريه ودواعي السفر او الزوج مو معضل ومتين او مو معضل ومتين او قمت استحي من انه اسود والطام الكبرى كيف في برتاح مع ويا غيره وهالكلام كله سمعته بأذني في المحاكم. والله يعني هو الصراحة حين أولا هالأيام الحريم بعد 16 و18 سنة يعني 16 سنة و18 سنة زواج من بعد الزواج من بعد الزواج يعني ممكن سبحان الله هذا يكون لأنهم ما يعني يحاولون أن يغيرون حياتهم الزوجية بيوسف. ترى أنت إذا تميت في عملك ما قبل كانوا يعيشون بعد 17 و18 و20 و30 سنة ويا بعض عيش معنى الحين تخبرون الحريم يعني تعرف يعني 20 سنة زواج وتقول لك والله لا أنا بعدني مرغوبة أنا بعدني هذا أبغى أطلع أبغى أستمتع بهذا هم لازم يغيرون يا أبو يوسف. أمس أنا أكلم زوجي من الزوجات أقول له لازم هي وزوجها لازم يعني في تغيير يصير عندكم كل 3 أشهر 4 أشهر روحوا مع بعض سافروا مع بعض أنتوا اثنين اسهروا مع بعض منه. لا أساس يغيرون الجو الهدية الكلمة الحلوة يشوفون قصص الناس اللي وصلت اللي هي أسوأ عنهم كيف وصلت. الله يخليك ما عندي وقت ولا بخبرت قصة بتقولي لي السلام عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد الطلاق الحديث إلى آخره. الحديث واضح ولا يحتاج للتفسير في الطلقات. لا ما يخصل وهذا حديث ثاني ما أدري والله ما الرسالة مقطوعة عندي. زين شو رأي الأخت في حرمة تطلع من بيت ريلها لا مضروبة ولا مشتومة ولا مريوغة وعيالها عندها بطيب خاطر؟ لازم نحاول نتصل فيها وتتواصل معانا عشان نعرف شو السبب. الرجاء أعطى الفرصة للضيفة أستاذ وداد لوتا وشو؟ وذلك لخبرتها إن شاء الله. الله يبارك. بنعطيها حلقة كاملة إن شاء الله الحلقة الجاية ولا تزعلون حاضرين بس إذا وقتها يسمح إن شاء الله. إن شاء الله. أرجو قرأ المسج. أنا عمري 13 سنة عايش بهم وغم ولا طاع أحد يساعدنا حتى بابا ما خلى مكان ما راح له كان راح داخل السجن وحتى أخواتي الصغار دخلوا مراكز شرطة وأنا ما أعرف بأن الشيخ ما يقبل بهالشيء وإحنا من السنة ونص عايشين مع بابا الله كريم ما عدنا غير رب العالمين. زين هاي رسالة حق بث مباشر بنحط النقاط على الحروف. جزاك الله خير يا اللي بتحط النقاط على الحروف. ما اتصلت فيه 4 3 مسكين هذا ولا بيمع ان شاء الله الحلقه الجايه. زي سلامي موصول لك يا ابو الاستاذ الفاضل الدكتور وداد لوتا بس سؤالي هل شيء رقابه وتاهيل لموظفي التوجيه الاسري بشكل عام وبشكل خاص في محكمه عجمان اخوكم الصغير موجه اسري سابق؟ جاوب استاذه عندك فكره ولا لا؟ والله احنا يعني انا لاحظت عندنا في اماره دبي لاني انا ما
خلطت الإمارات الثانية. بس عندنا في إمارة دبي عندنا دائما دورات انعاش يسمونها اللي هي دائما تكون في تجديد حق التوجيه الأسري. نعم جزاك الله خيرنا. ودائما حتى التدريب عندنا يعني دائما يتدرب الشخص أو الموجه الأسري يكمل سنة أو سنة ونص عند اللي هو أكثر خبرة ويشوف شو الأشياء الجديدة ونيلس يعني مثل عصف الفكر شو الأشياء الجديدة اللي ممكن يعني نوجد لها حلول في واقع. باختصار شديد نصيحتين على في عجالة باختصار شديد نصيحة بخصوص الفحص الطبي. أتمنى زيادة خانات الفحص الطبي وإذا لم يتم هذا على عجالة من الهيئات الصحية وزارة الصحة أن يكون لأمانة الخاطب والمخطوبة كل واحد منهم يعني يجري على الفحص النفس بعد ممتاز. قبل أن يجريه للآخر. بالنسبة للطلاق الإضرار لا نستعجل. جزاك الله خير. الله يبارك. طبعا نتمنى ان شاء الله وفقنا في تقديم هذه الحلقه والموضوع كبير ومتشعب وادري انا قصرت في حق المكالمات والرسائل ان شاء الله كل الرسائل اخذناها فنتمنى من الاخوان والخوات ان شاء الله يتواصلون يعني الاسبوع الجاي. انا ودي والله ارد على المكالمات يعني اتغمض اذا اشوف مكالمات ما ارد عليها. ففي الختام طبعا نحن نتمنى الجميع يتجنب موضوع الطلاق والواحد لا يستعيل مثل ما قالت الاستاذ وداد وركزوا على الفحص الطبي سواء قبل الزواج بعد الزواج شو ما كان السبب المهم الفحص هذا في النهاية بينفعك أنت وبينفع الطرف الآخر وبينفع عيالكم في المستقبل. في الختام تقبلوا تحيات من تنفيذ التلفزيون كان معنا وائل ومن الإخراج الإذاعي نزار أحمد وفي الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي وباسمكم جميعا كمشاهدين وكمتابعين وكمستمعين نشكر الأستاذ وداد لوتا من هيئة تنمية المجتمع من دبي ومثل ما نقول دائما اللهم الله المستعان سبحان الله اللهم احفظ هذا البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ رئيس الدولة نائبه وحكام الإمارات وولياء عهودهم اللهم احفظ شعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات واحفظ كل الأزواج والزوجات اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.